والناس أربعة أصناف، يكتسب من حلال وينفق في حلال فهذا خير الناس. النوع الثاني يكتسب من حلال وينفق في حرام، هذا كفر النعمة. النوع الثالث يكسب من حرام وينفق في حرام فهذا أخس الناس. النوع الرابع يكسب من حرام وينفق في حلال فهذا لا يتقبل منه. إن الله طيب رواه مسلم عن أبي هريرة، لا يقبل إلا إيش؟ لا يقبل إلا لا يقبل إلا طيب. هذه أصل الناس في المال، ولذلك لما الله عز وجل يبارك لك في العطية هذا أجزل النعم، هذا أجزل النعم أن الله يبارك لك في العطية وإن كانت قليلة فيربيها لك وينميها لك تبارك وتعالى. نعم.